ومعه
في هذه الحياة
ممكن ننزل الى بعض نشوف ان هو انها كل شيء من امور الدنيا ونظن انها تفاس، ولكن هذا ليس الفوز. الفوز يوم القيامه، الفوز من عندما ناخذ الكتاب بيميننا وندخل الجنه باذن الله بغير حساب من الله سبحانه وتعالى، ونستقر في جنه الفردوس باذن الله. فأرينا ان نفهم ان عندنا يعني عندنا وظيفة في هذه الدنيا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه وظيفة ما شاء الله أفضل شيء في حياة الإنسان، هذه يجب الإنسان قيمة، ونحن هنا في بطن غير المسلمين هنا في أمريكا، لأن نحن تعرفون نحن الأقل هنا في أمريكا، لأن كم نحن 6 مليون وكذا أفضل العالم، وسكان أمريكا يعني فوق 300 مليون. فكيف يفهم هؤلاء الا بعض يعني رحم من الخدا وهدايه من الخدا، كيف يشعر يعني النور الاسلامي؟ كيف يشعر بما شاء الله العلم والمعرفه من الله سبحانه وتعالى ومن محمد صلى الله عليه وسلم اذا ليس من امه محمد عليه الصلاه والسلام؟ فنحن هنا على قدر الله سبحانه وتعالى. ممكن بعض يقول انا كنت في امريكا وانا جبت مني هنا يعني محارب وجبت لي دراسه وجبت لي شغل هذا وذاك، ولكن في النهايه نحن جبنا من لان الله تعالى كتب لنا ان نكون في هذا المكان في هذا الوقت في هذا العصر، لان نحن نعرف ما هو امامنا بالنسبه للشغل بالنسبه للجهد ان ادعو الله سبحانه وتعالى على سيره هذه البيئة. فعلينا أن نفهم أن نحن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندخل في صلب كافة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلاحظ نحن ليس هنا بس لأجل أنفسنا ولأجل أشياء نحن نريد أن نجمع بها الدنيا وأولادنا وأبوينا، نعم هذا في مكان دين الله سبحانه وتعالى، ولكن فوق كل هذا نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا هنا في هذا الوقت في الشغل يعني ما شاء الله فضيلة، يعني شغل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شغل حبيبنا يعني خاتم النبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأردنا أن ما شاء الله نفهم هذا ونأخذها يعني بكل يعني قلوبنا بكل يعني عندنا من انفسنا باذن الله، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والعافيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ان الله غفور رحيم. الحمد لله جمالنا هو لأجل أمر من الله سبحانه وتعالى كما نزل
الكتاب العزيز القرآن الكريم، ونفهم من هذا التذكير أن فيه خلق آدم الإسلام أبانا خلق من يعني ما وصفنا الله سبحانه وتعالى، وأدخل الجنة ومكاننا ليس الدنيا ليس الأرض، يعني مكاننا أصلي يعني الجنة، ونحن نريد أن نرجع إلى مكاننا الأصلي. وفي طريق مريض أن نفهم هناك من طريق أصول الحسنة يعني طريق على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفهم أن هذه الدنيا ليس مكاننا، نحن في الدنيا كأننا يعني غرباء، نحن لا نريد أن نجلس هنا على دوام، نريد أن نصل إلى يعني ما شاء الله إلى بيتنا في الجنة بإذن الله، نحن آخر السبيل، نحن بس يعني في الطريق إلى مكان نريده بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، اللهم صل عليه وسلم. يعني حقيقة هذه الحياة للمؤمن يعني كالسجن، ليس بمعنى والله تعالى من العلماء يقول في معنى ان السجن يعني نحن مقيدين ببعض الاشياء بالنسبه للاوامر والله تعالى والنواهي، فلا نستطيع ان نفعل اي شيء نريدها، نعم. فلذلك يعني كان السجن يعني، ولكن ما هو شيء ثاني نفهم من هذا الدين؟ إذا واحد كان في السجن يعني ماذا يعتبر؟ ما هو كل يعني البنان ماذا يريد يعني؟ يريد أن يعتبر اليوم يخرج من السجن، يريد اليوم أن يخرج من السجن ويرجع إلى بيته يعني مع الأحباب، فنحن في هذه الدنيا ننتظر اليوم ربنا يعني ندخلنا في الجنة لو سبحانه وتعالى مع المسلمين مع المؤمنين بإذن الله. ننتظر اليوم نشعر من الخوف يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننتظر اليوم ننظر الى الله سبحانه وتعالى كما ننظر الان الى القمر البارع سبحان الله. فهذا هو نريد، هذا هو يعني ننتظر، والكافر ما عنده اي شيء من هذا، كل همه هذا الدين، كل همه هذا الدين، وفي النهايه لا بد ان يخرج، وفي النهايه ليس في الاخر من خلائق. فنحن ان شاء الله نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه ان هو دعانا الى دين الاسلام، يعني اعظم نعمه في حياه الانسان ان ربنا يهديه الى هذه الجانب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا كان نريد ان نجعل الشكر لله سبحانه وتعالى، اذا لابد ان نتبع الرسول عليه الصلاه والسلام على كل شيء، على كل شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجلين الى الرسول عليه الصلاه والسلام حديثا يعني ذكره يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما شاء الله ذكره شيخ الطبراني في كتابه المهدي من الاصل. فقال جاء رجلين الى النبي عليه الصلاه والسلام وسالوا، سال النبي عليه الصلاه والسلام اي الناس احب الى الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم احب الناس الى الله انفعهم للناس. اي من هو احب الناس الى الله انفعهم للناس، وما هو انفع الناس الى الناس؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. قال من هو يعني حمل الرساله يعني انك لخلق عظيم ما شاء الله تبارك الله، ونحن ما شاء الله اتباعه، نحن يعني امته، فلا بد ان لا بس نسمع وننظر الى انفسنا فقط، ولكن ناخذ مكاننا يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا ما شاء الله فرصه، ليست يعني صعوبه ليس يعني صعب، ولكن عندنا فرصه يعني حتى يبدو الاصدار في هذه البيئه التي نعيش فيها، يعني كل الناس من جيراننا من ابنائنا في الشغل من يعني استاذنا لنا وطلابنا وكل يعني الناس نحن يعني معهم يوميا يعني محتاجين يعني حقيقه يعني الى ابره يعني مما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني هذا هو وظيفتنا يعني ان ننكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسال الله سبحانه ان يكفر منا جميعا، ونسال الله سبحانه ان يجعلنا من الذين
ابراهيم اخواننا واخواتنا في كل مكان يا الله، في سوريا يا الله، في افغانستان يا الله، في العراق يا الله، في فلسطين يا الله، في مصر يا الله، في ليبيا يا الله، في كل مكان يا الله، في كشمير يا الله، في بورما يا الله، انت اعلم بهم يا الله، اللهم افرغ عليهم الصبر يا الله، والف بين قلوبهم يا الله، يا الله يا الله، ثبتنا على قوة الله في الدنيا وفي الآخرة يا الله، لا نصورهم على الداء والداء الدين، إنك على كل شيء كبير. ربنا ربنا أعطنا حق حق المنصب اتباع يا رب، وأعطنا طالب طالب يا الله، وأعطنا اجتنابا، فإنك على ذلك قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.